أنا الفاضل، هل أنا أتحدث عن ليلة القدر بداية عن موعدها؟ هل هي متنقلة؟ هل هي والله ثابتة؟ بس بدي أقول لك كلمة دقيقة من قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فالإنسان إذا قدر الله حق قدره وصل إليه واستقام على أمره وسعد في الدنيا والآخرة. إذا قدره حق قدره أطاعه. الإنسان دائما يطيع من؟ يطيع القوي، يطيع الغني، يطيع الحكيم العليم. فالطاعة أصل هذا الدين. هذه الطاعة تحتاج إلى معرفة بالله. ومنهجنا كله أغفلت الجانب العقدي المتعلق بالله وذهبت إلى الأحكام الفقهية. فأنا حينما أتعرف إلى الله، إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفنيت في طاعة هذا الأمر. فإذا ما في معرفة بالله في عنا مشكلة كبيرة. فأنا أرى أنه لابد من تخصيص فترة كبيرة ببرامجنا للتعريف بالله. أنا أراها أصل الدين معرفة الله. والله له آيات كونية وتكوينية وقرآنية. كونية تفكر، التكوينية نظر وتأمل، والقرآنية فهم وتدبر. فإذا أردت أن أعرف الله عز وجل من خلال آياته، هذه القنوات السالكة لمعرفة الله. ونعم بالله. نعم. الله يفتح لكم يا دكتور. ماذا عن ليلة القدر دكتور؟ هل هي ثابتة في تاريخ إذن محدد؟ هي ليلة القدر في العشر الأواخر. نعم. وفي رأي المفردة يعني 21 23 25 27. العلماء يعني اختاروا 27. قضية يعني اختيار علماء. نعم. أما هو العشر الأواخر هو أفضل أيام رمضان. طب لمن أراد أن يتيقن من العبادة فيها، إذن يغتنم كل العشر الأواخر ممكن، وتخصيصا الليالي نعم. الوترية منها. نعم. دكتور نعم. نعم. ماذا يمكن لنا أن نفعل في هذه العشر الأواخر دكتور، أو عفوا في ليلة القدر تحديدا؟ هو قيام الليل. قيام الليل، صلاة التهجد، في عنا صلاة التراويح هي القيام، وفي التهجد. نعم. التهجد بالعشر الأواخر بعد منتصف الليل تكون هذه الصلاة. نعم. فالصلاة نوع، والقرآن نوع، والمبالغة بالاستقامة المبالغة يعني دائما المستقامة إلى مستوى. بس للتقريب، لو فرضنا في مخل حبته فتحته وهكذا، هذا ما بيمرق بردانة، بيمرق جوزي بس. فكل ما ضاقت الفتحة تمنع أشياء كثيرة. فالاستقامة الدقيقة الدقيقة الدوائر ضيقة جدا. نعم. فكلما الدوائر كبرت صافي تفلت. نعم. فإذا العشر أواخر انضباط تام، يعني لا في مزحة ما بترضي الله، لا في نظرة فوقية. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يعني مثلا تقول الضعاف أخلاقيون. نعم. هي قنبلة هي. أو الأخلاق ضعيف، معنى ربط الأخلاق بالضعف والقوة، ما عاد قيمة بذاته. نعم. قيمة تابعة لقيمة ثانية. نعم. دكتورنا الكريم، أيضا بعض الأشخاص قد يكون ارتباط عمله أو أم موجودة في البيت، من الصعوبة أنه يغادر، أنه يعتكف في المساجد ويشارك جموع المسلمين صلاتهم جماعة هناك. هل له في بيته، هل له إذا كان غرفته، مناوب في عمله أن يتعبد؟ إذا في غرفته يعني هو العبرة أنه أن يخلو الإنسان مع الله. من غرف البيت يخلو دكتور؟ يعني ما يكون في تشويش خارجي. أه. لا في أخبار، ولا في صديق طرق الباب، ولا في واحد تكلفك بشيء. أنت الآن اعتكفت. نعم. يعني انسحبت من الحياة العامة انسحاب. فإذا كان غرفة ببيتك أو زاوية بالجامع ما في. لو مشكلة. لم يستطع أن يخلو دكتور، مثلا أم لديها أطفالها لا تستطيع أن تغلق الباب عنهم، هذه معذورة سيدي. نعم. تصلي وهي بين أطفالها. نعم. وتقرأ. نعم. القرآن. نعم. نعم. قد يخلو القلب وإن كان بين الناس. نعم. نعم. مما دون الله سبحانه وتعالى. سيدي الله يعلم، حينما يعلم عذر هذا الإنسان يتجلى عليه كما لو كان معتكفا. بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. هذا المنهج الإلهي، منهج الإنسان في الوصول إلى الله، هذا المنهج يطبق 365 يوم. يعني في وهم
أتمنى أن أشير إليه. الإنسان بيتصور أنه برمضان ضبط نفسه، غض بصره، صدق ما كذب مثلا، ولما انتهى رمضان نعود إلى ما كنا عليه. هذا أسوأ فهم لشهر رمضان. نعم. رمضان ليس موسما، رمضان ليس فرصة، رمضان تركيز الطاعة لله، تقوية الإرادة على طاعة الله، دورة تدريبية، دورة تدريبية مكثفة. فالبطولة وين في خطأ قبل رمضان؟ وين في تقصير؟ وين في ضعف نفس؟ ننتصر على أنفسنا في رمضان، والانتصار يستمر طوال العام. إلا أن الذي يحدث في أول أيام العيد نفطر، يفطر فمنا فقط. نعم. الذي كان ممنوعا أن يأكل طيب الطعام والطعام الحلال نعود إلى ما كنا قبل رمضان. أما كل توبة تمت برمضان عن معصية، عن تفلت، عن تطلع إلى شيء لا يرضي الله، البطولة الكبيرة وعلامة صحة الصيام أن ننتهي عن الذي انتهينا عنه في رمضان طوال العام. الآن بيصير رمضان، ورمضان درج، كل سنة في قفز مرحلة ومنستمر، العام التالي قفز نوعي نستمر، العام قفز نوعي، صار درج في صعود مستمر بسبب التراكم. أما حينما نعود بعد رمضان إلى ما كنا قبل رمضان، انتهى رمضان، انتهى كموسم انتهى. فهذا حياة المؤمن حياة طاعة لله، ما في عنده أيام تفلت وأيام انضباط. يعني والحقيقة في بعض الشعوب أعياد عندهم أعياد تفلت، يعني نعم. الموبقات كلها ترتكب في الأعياد، نحن ما عنا شيء. عنا العيد عودة إلى الله، عنا التكبير ولتكبروا الله على ما هداكم، حصل إنجاز ضخم في علاقة مع الله، تقول الله أكبر. فلذلك الإنسان لما بيصوم صيام صحيح كما أراد الله، الصيام نقلة نوعية كل عام، نقلة نوعية كل عام إلى مستوى قد لا يصدق في البدايات أن يصل لهذا المستوى بشكل تدريجي. الله يفتح عليكم يا دكتور. دكتورنا، العشر الأواخر لها مكانة عظيمة، والفجر وليال عشر، فلما لهذه العشر الأواخر هذه المكانة الكبيرة؟ هلأ بدي أذكر شيء جديد. في عندي أعمال أفعلها طوال العام لا تزيد ولا تنقص، أما في عنا مواسم دينية، يعني مثلا بعض أيام رجب فرضا، أيام رمضان، هذا موسم ديني، في قفزة، في تطور جديد، في نقلة نوعية. هذه المواسم الدينية يجب أن نرعاها. يعني الله عز وجل دعاك في هذا الشهر إلى قيام الليل كل يوم، فيجب أن تألف قيام الليل بعد رمضان. دعاك إلى صلاة الفجر في المسجد من صلى الفجر في جماعة، دعاك إلى ترك المعاصي والآثام، لكن دعاك برمضان لترك المباحات، فلأن تدع المعاصي والآثام من باب أولى. منعك أن تشرب كأسماء، منعك أن تأكل الطعام في رمضان، في نهار رمضان. فبعد رمضان ينبغي أن تمتنع عن كل معصية واسم. أنا الذي أراه ولله المنة والفضل قفزة نوعية، دورة تدريبية مكثفة، كل الثواب فيها أن تستمر لا أن تنقطع. يعني في بيت شعر سيء جدا، رمضان ولا هاتها يا ساقي، نعم، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. هذا الوضع اللي ما بنتقدم فيه بحياتنا، عباداتنا حتصير فلكلور، مواسم اجتماعية. والآن ولو كان الحقيقة مرة، ببعض الأسر رمضان ولائم فقط، كل يوم وليمة ببيت وسهر على المسلسلات إلى الفجر، هذا رمضان. والله ما في شيء من رمضان، ما في شيء من رمضان. ثلاث وجبات أغلقناها في النهار فعلناها في الليل، والسهر والكلام غير المنضبط وغيبة ونميمة، بعدين متابعة أفلام. شو الأفلام؟
والله في هيك ملاحظة بتمنى الأخوة الكرام المستمعين ينتبهوا لها. خطورة الفيلم، أنت إلك خطوط دفاع، أنت وأنا كل واحد منا. الخمر عنده مستحيل مثلا، هالمعاصي مستحيل، أنت معك خطوط دفاع. أحيانا القصة أو القصة الممثلة تخترق خطوط دفاعك. بتفرجيك مثلا واحد رجل دين ببلدة، يعني فقير، أولاده بالطرقات مثلا، زوجته عند الجيران، صحتها غير معتنى بها إطلاقا. بفرجيك واحد بعيد عن الدين، بعد الأرض عن السماء، قد تستقبل زوجته ضيوف رجال في غيبته، وهذا في انضباط، في رشاقة، في أناقة، في بيت فخم. شو سوى هذا الفيلم؟ فرجاك الإنسان الدين إنسان كتير أفقه ضيق، فلا تتمنى أن تشابهه. يا لطيف، نعم، أقسم لك بالله لعل نفور الشباب من التدين والفتيات من التدين بسبب هذه الأفلام. هي الأفلام عم تزرع قيم مناقضة للدين، قيم مناقضة للدين. موظف مستقيم بيته ما عنده شيء، لأنه مستقيم، اللي بيقبض رشاوة بيته فخم جدا. ماذا فعلت بك هذه الأفلام؟ نقضت قيمك الدينية. هيك جزاء المستقيم عند الله؟ استقيموا ولن تحصوا الخيرات. والله في أفلام تناقض الدين تماما، تطرح فكر مناقض للدين، فأنت ما بتسأل حالك إلا كرهان الدين، مو أنت المشاهد، نعم، إلا كرهان الدين، كرهان شيء اسمه دين، قرآن، سنة، ما بده، دون إرادة، دون أن يشعر بعقله الباطن. الكراهية انتقلت لعقله الباطن. فأنت بدك نماذج إسلامية صحيحة، إنسان متوازن، إنسان وسطي، بيته جيد، علاقته مع أهله جيدة جدا، مع الله جيدة، مع أولاده جيدة، مع زوجته جيدة، مع جيرانه جيدة، إنسان متفتح، حضاري، متعلم. فدائما النموذج السيء يلح عليه في هذه الأفلام. دكتور، نحن الآن على عتبات ليلة 24 من ليالي رمضان، ماذا تنصح مستمعي الكرام أن يغتنموا من عبادات لإدراك يعني أجور هذه الليالي المباركة؟ والله يعني هو تلاوة القرآن شيء مهم جدا في رمضان، نعم، لكن إلي أنا ملاحظة، يعني أنت تقرأ القرآن، هل تظن أن قراءته فقط هي العبادة؟ أنا لي رأي آخر. كنت أجيب مثل أن واحد يعاني من مرض صعب كتير، وذهب إلى الطبيب، والطبيب مختص بهذا المرض، والأدوية ناجحة جدا وتقريبا حاسمة في إزالة هذا المرض، فجاء بهذه الوصفة الطبية، قرأ ولغته قوية، قرأ بشكل جيد، بعدين لفت نظره الحروف، خط رائع، والحبر تركاز، هذا نوع نادر لون، لفت نظره بأشياء كثيرة بهالوصفة هي، بس الدواء ما اشترى ولا استعمله. لا قيمة لكل هذه النشاطات الجانبية. فنحن في عندنا نشاطات جانبية جدا برمضان، ولائم مثلا، سهرات، الحديث بالسهرة عن ماذا؟ في ذكر لله، في عودة إلى الله، في توبة نصوح. عجبت لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فماذا؟ فأنا بتألم ألم شديد لما هالعبادات الرائعة الكبيرة في حياتنا فرصة أن تقفز قفزة نوعية مع الله، فرصة أن تعود إلى الفطرة السليمة، فرصة إلى أن تصبح على وشك قريب من الله عز وجل، تفرغ من مضمونة ببعض الأعمال الفنية، إكراما لشهر رمضان. والمسلسل يضرب أوامر الدين، يناقض مبادئ الدين، هي المشكلة. فهو الحقيقة الإعلام الآن خطير جدا، لا بد من ضبط الإنسان مع الإعلام. وأنا بقول أي أب إن لم يضبط هذه الأجهزة التي في بيته لن يستطيع تربية أولاده، إن لم يضبط هذه الأجهزة، نعم، ومو صعب ضبطها.
ممكن تكون الشاشات على فضائيات ملتزمة، ما في عندها شيء خلاف الشرع أطلاقا. نعم نعم، الله يفتح لكم يا دكتور. إضافة لقراءة القرآن الكريم، ماذا تنصحنا في هذه الليالي المباركة دكتور من عبادات تغتنم فيها؟ والله سيدي الأذكار. نعم. أذكار الصباح نعتني بها، القرآن الكريم نعتني به، لكن بتمنى أن تكون هناك قراءة تانية للقرآن إن صح التعبير، قراءة تعبدية يعني كل يوم جزء، وقراءة تدبرية. تدبرية ما بيهمل الكمية إطلاقا، لو آيتين في النهار الإنسان طبقهما تماما قفز قفز عند الله. فنجعل القرآن قراءة تعبدية وقراءة تدبرية. يعني مثلا تدبرية في 250 تقريبا آية أيها الذين آمنوا افعلوا كذا، أين أنت من هذه الآيات؟ هل أنت مطبق لها؟ يعني في نقطة دقيقة في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، ماذا تعني؟ قال بعض العلماء يقرأه قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة العربية، في معنى آخر أن يقرأه إن أمكن مجودا، إن أمكن مجودا وفق قواعد علم التجويد. نعم. الإدغامات، الإقلاب، الإظهار، المدود مثلا. نعم. ثم أن يفهمه، فإذا فهمه طبقه. فما آمن بالقرآن من استحل محارمه، فالإنسان حينما لا يطبق أحكام القرآن لا يعد مؤمنا به إطلاقا. نعم. كهذه الوصفة، إذا ما اشترى الدواء واستخدمه لا يشفى من مرضه. أي نشاط مع الوصفة، باكتشاف نوع الخط، باكتشاف الحبر، نوع الوراق مثلا، أي نشاط لدراسة هذه الوصفة بعيدا عن شراء الدواء وتناوله لا يقدم ولا يؤخر. هي أحيانا أنا بسميها حقائق مرة، هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. وأنا بقول كلمة دقيقة، أي داعية بيقدر يتملق الناس، يتملقهم بعواطفهم، يعني بدل أن يصعدوا إليه بمستوى التدين يهبطوا إليه. نعم. فالهبوط إليهم سهل جدا، بحقق جمهور كبير جدا إذا هبط إليهم وخفف الضغط على أحكام الدين الدقيقة المتعلقة بمصير الإنسان. فإذا هبط إليهم انتهى الدين. ولذلك مرة بحثت موضوع أنه الرذيلة هل تصور في الأدب؟ دعك من الدين، كاتب مسرحي، كاتب قصة، شاعر، هل يمكن أن تصور الرذيلة؟ فالجواب نعم ولا. يمكن أن تصور على نحو تشمئز منها، فإذا صورت على نحو تعجب بها دمر مجتمع بأكمله. كما ذكرت قبل قليل، بتصور الإنسان الفاسق المتفلت من الدين بيت رائع، أناقة، رشاقة، حيوية، وسامة، علاقاته كلها متميزة، بتفرجي رجل الدين إنسان متخلف عقليا، بيته فوضى. نعم. زوجته عند الجيران، أولاده بالطريق. أنت ما حكيت بالدين كلمة، قدمت صورتين متناقضتين. فأي إنسان شاهد الفيلم دون أن يشعر، هذا الفيلم خرق خطوط دفاعه الأساسية. تحذر كثيرا دكتور من موضوع المسلسلات الرمضانية والأفلام، ويبدو أنها تنتشر كثيرا في شهور. نعم. رمضان مبنية على فكر مناقض للدين. نعم. بس ما بيجي لعندك مباشرة، ما بتقبله مباشرة، بيجي تسللا، رغم أنها مؤسسات عربية ما تنتجها. إيه. وتبثها، يصل إليك تسللا من وراء خطوط دفاعك. فإذا لابد أيضا دكتور من البديل القوي. نعم. حتى يعني من أراد أن يتابع ويتابع أن يكون لديه بديل مشوق منضبط بتعليم. نعم. الشريعة الإسلامية. وأنا بقول كلمة والله شوي دقيقة، في عنا بلاء كبير هو الشاشة، ما لم تضبط كتير صعب أن ينشأ أولادك كما تتمنى، ما لم تضبط ضبطة مو صعب أيضا.
الله المستعان. الله يبارك فيكم يا دكتور. نسأل فضيلتكم ومستمعي الكرام أن نقف مع فاصل قصير ونعود معاً بعد ذلك لنكمل حلقتنا مع الدكتور محمد راتب النابلسي وحديثنا فيها عن رمضان وعن العشر الأواخر. فابقوا بالقناة الفاضل. هل أنا أتحدث عن ليلة القدر بداية عن موعدها؟ هل هي متنقلة؟ هل هي ثابتة؟ بس بدي إلا كلمة دقيقة. من قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، فالإنسان إذا قدر الله حق قدره وصل إليه واستقام على أمره وسعد في الدنيا والآخرة. إذا قدره حق قدره أطاعه. الإنسان دائما يطيع من؟ يطيع القوي، يطيع الغني، يطيع الحكيم العليم. فالطاعة أصل هذا الدين. هذه الطاعة تحتاج إلى معرفة بالله. ومنهجنا كله أغفلت الجانب العقدي المتعلق بالله وذهبت إلى الأحكام الفقهية. فأنا حينما أتعرف إلى الله، إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفنيت في طاعة هذا الأمر. فإذا ما في معرفة بالله في عنا مشكلة كبيرة. فأنا أرى أنه لابد من تخصيص فترة كبيرة ببرامجنا للتعريف بالله. أنا أراها أصل الدين معرفة الله. والله له آيات كونية وتكوينية وقرآنية. كونية تفكر، التكوينية نظر وتأمل، والقرآنية فهم وتدبر. فإذا أردت أن أعرف الله عز وجل من خلال آياته، هذه القنوات السالكة لمعرفة الله. ونعم بالله. نعم. الله يفتح لكم يا دكتور. ماذا عن ليلة القدر دكتور؟ هل هي ثابتة في تاريخ محدد؟ إذا هي ليلة القدر في العشر الأواخر. نعم. وفي رأي المفردة يعني 21 23 25 27. العلماء يعني اختاروا 27. قضية يعني اختيار علماء. نعم. أما هو العشر الأواخر هو أفضل أيام رمضان. طب لمن أراد أن يتيقن من العبادة فيها، إذن يغتنم كل العشر الأواخر ممكن، وتخصيصا الليالي الوترية. نعم. منها. نعم. دكتور. نعم. نعم. ماذا يمكن لنا أن نفعل في هذه العشر الأواخر دكتور، أو عفوا في ليلة القدر تحديدا؟ قيام الليل. قيام الليل. قيام الليل، صلاة التهجد. في عنا صلاة التراويح هي القيام، وفي التهجد. نعم. التهجد بالعشر الأواخر بعد منتصف الليل تكون هذه الصلاة. نعم. فالصلاة نوع، والقرآن نوع، والمبالغة بالاستقامة. المبالغة يعني دائما المستقامة إلى مستوى. بس للتقريب، لو فرضنا في مخل حبته فتحته وهكذا، هذا ما بيمرق بردانة، بيمرق جوزي بس. فكل ما ضاقت الفتحة تمنع أشياء كثيرة. فالاستقامة الدقيقة الدقيقة الدوائر ضيقة جدا. نعم. فكلما الدوائر كبرت صار في تفلت. نعم. فإذا العشر أواخر انضباط تام، يعني لا في مزحة ما بترضي الله، لا في نظرة فوقية. إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يعني مثلا تقول الضعاف أخلاقيون. نعم. هي قنبلة هي. أو الأخلاقي ضعيف، معنى ربط الأخلاق بالضعف والقوة، ما عاد قيمة بذاته. نعم. قيمة تابعة لقيمة ثانية. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور. مرة ثانية بنوه للمستمعين اللي حابين يشاركونا بحوارنا وبحديثنا مع الدكتور محمد راتب النابلسي على الهواء مباشرة، شاركونا الآن باتصالاتكم على هواتف حياة اف ام 06-516-4020 وأيضا 06-516-5020 و06-516-2060 في حديثنا عن العشر الأواخر من رمضان. دكتورنا الكريم، أيضا بعض الأشخاص قد يكون ارتباط عمله أو أم موجودة في البيت، من الصعوبة أنه يغادر، أنه يعتكف في المساجد ويشارك جموع المسلمين صلاتهم جماعة هناك. هل له في بيته، هل له إذا كان مناوب في عمله أن يتعبد؟ إذا في غرفته. إن هو العبرة أنه أن يخلو الإنسان مع الله. ما المقصود من غرف البيت يخلو دكتور؟ يعني ما يكون في تشويش خارجي. أه. لا في أخبار، ولا في صديق طرق الباب، ولا في واحد تكلفك بشيء. أنت الآن اعتكفت. نعم. يعني انسحبت من الحياة العامة انسحاب. فس كان غرفة ببيتك أو زاوية بالجامع. ما طيب ما لو مشكلة. لم يستطع أن يخلو دكتور، مثلا أم لديها أطفالها لا تستطيع أن تغلق الباب عنهم، هذه معذورة سيدي. معذورة. تصلي وهي بين أطفالها. نعم. وتقرأ. نعم. القرآن. نعم. نعم. قد يخلو القلب وإن كان بين الناس. نعم. نعم.
مما دون الله سبحانه وتعالى. سيدي الله يعلم، حينما يعلم عذر هذا الإنسان يتجلى عليه كما لو كان معتكفا. جميل جميل. أذكر مرة أنه إنسان دخل المسجد النبوي، رأى صحابي معتكفون، رأى صحابي معتكفين، فواحد سأله ألك حاجة؟ قال له علي دين ما أطيق سداده، وصاحب الدين يطالبني ويلاحقني. قال له أتحب أن أكلمه لك؟ قال له أتمنى والله. فخرج هذا الصحابي ابن عباس من معتكفه، واحد قال له يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف؟ قال لا والله ما نسيت، ولكن النبي، لكن صاحب هذا القبر ودمعت عيناه يقول لأن أمشي في حاجة أخي المسلم خير لي من اعتكافي 20 عاما. شو هذا؟ أن تخرج من اعتكافك في حاجة أخي المسلم هذا قمة التدين. لأن أمشي في حاجة أخي المؤمن خير لي من اعتكافي 20 عاما. فلذلك موضوع الاعتكاف ما في شيء بيطالبك، ما في عمل صالح متاح لك، ما في مهمة يجب أن تقوم بها، ما عندك شيء، اعتكف. أما إذا كان في عمل صالح، لذلك هناك نبيان، نبي آثر العمل الصالح على على علاقته بالله سيدنا سليمان، وداود آثر الاعتكاف على خدمة الخلق. يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى. أنو هوى؟ علاقته بالله هي الهوى تبعه. فأنت بدك توازن. أنا شو بقول؟ لو أنه شيخ أخذ إخوته إلى نزهة، لو أنه الشيخ هيك اعتزل إخوانه وتوجه إلى الله، هذا خطأ كبير. ذهبت معهم كي يأنسوا بك صحيح ويسمعوا منك صحيح. لذلك ورد نص نعم الاعتكاف من قلة المروءة، الوقار في البستان من قلة المروءة. أخذت أخوانك نزهة هيك حبوا يمرحوا يلعبوا، يجب أن تكون معهم، أن تسمح لهم بذلك. فالوقار والهيمنة والكهنوت في البستان من قلة المروءة. الله يفتح لكم يا دكتور. يشاركنا مستمعين الكرام باتصالاتهم في حديثنا لحلقة اليوم، وأبدأ معك يا أخت إيمان. تفضلي إيمان، أنت معنا على الهواء، تفضلي. طيب محمد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أستاذ نديم. الله يطول عمرك. فضيلة الشيخ. الله يكرمك ويبارك فيك يا رب إن شاء الله. يستمع إليك الدكتور محمد. دكتور محمد. الله يكرمك يا رب. تفضل. أهلا وسهلا. سيدي الشيخ، بالله إذا سمعت بالعشر الأواخر يعني يجتهد الرجال وبدأ يعني اجتهاد النساء وما لهن من الأجر. يعني نحن نعلم أن للرجل بالجنة يعني زوجات وحور وكذا، فما للنساء من هذا. والسؤال الثاني إذا سمحت لي، يعني لو هيك تعرفينا البدعة في هذه الأيام، أي واحد يعني بيحكي كلمة صلاة على النبي لا إله إلا الله بين الصلوات بين كذا بيطلعون ناس يقولون بدعة. طيب. وجزاك الله خير دكتور. الله يكرمك أخي محمد، شكرا للسؤالين المهمات. أمجد تفضل. أمجد تفضل. طيب يبدو أنه راح، حتى يكون معنا اتصال جديد. معنا أسئلة أخونا محمد مرة تانية. دكتور محمد طرح نقطة الأولى، إذا كان للرجال نعيم في الجنة والحور العين كما ذكر، ما للنساء من نعيم؟ هو الإنسان بالآخرة شخص بيصير. نعم. هذا الشخص له ما يسعده، أدق التفصيلات. نعم. شخص طلب العلم فريضة على كل مسلم، قالوا على كل شخص مسلم، وشخص يشمل الذكور والإناث. نعم. فهذه المرأة إنسان هي بالأساس إنسان. نعم. فلحكمة بالغة جاءت امرأة، لأنه أفضل شيء ما اختاره الله لك. أنا أقول أنت مخير قولا واحدا، وإذا ألغي الاختيار في الدين ألغي الدين، إلا أنك مسير في كونك ذكرا أو أنثى. صحيح. مو باختيارك، مسير في أمك وأبيك الثاني. إذن لهن نعيم عظيم في الجنة. أبداً أبداً مسير. أنت مسير أيضاً. نعم. في من حولك، فلا بد ما يكون فيه شيء مهيئ لهم
ما بيقل عن الرجال أبدا. نعم. سؤال ثاني دكتور عن البدعة، هل كل ما لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة؟ يعني السيارة بدعة الآن؟ البدعة في الدين فقط. ما المقصود في البدعة دكتور؟ البدعة في الدين أن تحدث في الدين ما ليس منه. ما ليس منه. منه. طيب. وما هو التجديد في الدين؟ أن تنزع عن الدين كل ما ليس منه مما علق به. نعم. الآن علق بديننا مليون شبهة ومليون بدعة. وين التجديد في الدين؟ الدين لا يجدد. الدين يعني كامل كمال مطلق من قبل الله عز وجل، فإذا أضفت عليه اتهمته بالنقص، إن حذفت منه اتهمته بالزيادة. أين التجديد؟ أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه. النبع صافي 100% كالألماس الماء. إجا رافد سيء مياه سوداء، رافد ثاني، رافد ثالث، المياه بالأخير سوداء صارت. ما هو التجديد؟ أن توقف هذه الروافد كلها ليبقى الماء صافيا. طيب دكتور، مثلا بين ركعات التراويح قد يخرج الإمام ويقول صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتم الصلاة، ما فيها مشكلة. نعم. أنا لست ممن يصلون لهذه المستويات. نعم. لم يحدث شيء جديد. أبدأ. الصلاة واردة أبدأ. والصلاة على النبي واردة. نعم. نعم. بارك الله فيك يا دكتور. أم هاشم تفضل باتصال جديد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هلا، بس تعليق انه بالنسبه للبدعه، والله اعلم انه قراءه قل هو الله احد 3 مرات بين كل 4 ركعات، فما بعرف وارده ولا غير وارده. اذا الله قال فاقرأوا ما تيسر من القران، شو صار؟ فما خلينا شوي واقعيين، متوسطين، معتدلين. نعم. ما بدنا نحن لاشياء صغيره جدا. مثلا واحد معه دكتوره وفي بجيبته ألم، ان ربطنا وجود ألم بجيبته مع الدكتوره، فدي مو حاطة ألم معه دكتورة، شيء مضحك. نعم. شيء مضحك جدا. إذن هو لا يلزم الناس بقراءتها ولا يمنعوا. ولا يمنعوا. الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن. تمام تمام. أما في ناس ماسكين الوضع بشكل غير معقول إطلاقا. نعم نعم. السؤال، عندما يطيل الإمام في صلاة التهجد في الركوع والسجود، يعني يشق على المصلين بعض الأحيان، يعني في القيام ما في مشكلة. نعم. الركوع والسجود، فهل هذا ينفل ولا؟ كان عليه الصلاة والسلام، دقيقي أختي، أخف الناس صلاة في تمام، أخف الناس صلاة في تمام، يعني الركوع يأخذ حقه والسجود والتلاوة. نعم. فالإنسان لو صلى وحده كان يقرأ البقرة وآل عمران والنساء بركعة وحده كله، أما مع الناس أبدا، الآيات المعدودة. طب هل صلاة التهجد تحديدا دكتور لها خصوصية مختلفة؟ يعني الناس كلهم يعرفوا أن الإمام يطيل بالتهجد، ويعني يأتوا الساعة الواحدة أو الثانية ليصلوا، فلن تكون صلاة التهجد سريعة خفيفة طبعا كالتراويح. معروفة أنت جاي للتهجد جاي. نعم. نعم. فإذا أنت ما بتقدر صلي ببيتك. نعم. إذا لا مشكلة في الإطالة، لا أبداً التهجد أبداً، لكن إطالة منطقية. لا لا يعني أبداً. لا تصل لدرجة أن يشق على الناس. لا أبدا، هي صلاة استثنائية هي. نعم، للتهجد دون. نعم. أن يشق على الناس. نعم، بارك الله فيك يا دكتور وشكرا لكلامك الطيب. ومن بعد أختنا أم هاشم أمجد، تفضل أمجد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كيف حالك؟ الله يكرمك، تفضل أخي أمجد. كيف حال فضيلة الدكتور؟ الحمد لله، بارك الله بك دكتورنا العزيز. أنا يعني تقريبا من طبيعة عملي أنا بأقضي إلى دائما رمضان في مكة المكرمة، ولكن ابتلينا بالمرض الحمد لله، فالعشرة الأواخر هاي بالذات بجزء من 20 عام أنا بقضيها في الأردن، فهلأ أنا ممنوع من الصيام. نعم. هلأ إحنا شو بنقدر نعمل بالعشرة الأواخر اللي إحنا نعوض الأمور هاي؟ والله تلاوة القرآن وفهمه. إذا الله قال يتلونه حق تلاوته، حق التلاوة أن تفهمه، أن تقرأه قراءة صحيحة ومجودة إن أمكن، وأن تفهمه. أما أخطر شيء بالتلاوة الصحيحة أن تطبقه، فكل ما رأيت آية فيها أمر ائتمر. نعم. آية فيها نهي انتهى. هذا الموقف العملي الرائع المتألق من القرآن، أن تأتمر بأمره وأن تنتهي عما نهى عنه. الله يفتح عليك يا دكتور. ويمكن أخونا أمجد متألم لأنه كان يعني في كل سنة يتاح له أن يكون في مكة. في مشكلة. يبدو أن المرض يحول بينه. والله في نصوص أنا الآن لا أذكرها تماما. هذا الذي كان على عبادة عالية جدا ثم فقدها لسبب صحي، يحاسب على أنه قضاها كما هي،
كما كان يقضيها سابقا. يا سلام. يا سلام. من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. الله يفتح عليكم يا دكتور، جزاكم الخير. دكتور، أحيانا هنالك يعني بعض الضغوطات النفسية، المشاكل، الديون التي تسيطر على ذهن الإنسان، فكأنه يصلي ولا يدري ما يصلي، يقرأ القرآن يعني ولا يتدبر. كيف يمكن الإنسان أن يخرج من هذه الحالة؟ فرضنا واحد ليتأمل، بلغه أنه ابنه معه التهاب السحايا، وهذا مرض خطير، واهتم ابنه ما له حدا غيره، فاهتم فيه وبزل واخذ طبيب ثاني وثالث. جاي الآية دقيقة جدا، قال فإذا فرغت فانصب، معنى الله عذرك بانشغالك بشيء أساسي. نعم. فإذا فرغت من مشكلتك، من معالجة هذا الابن المريض، من قضاء هذا الدين اللي صاحبه كان شديد جدا، قال فإذا فرغت، يا الله عز وجل هو خلقنا أعلم بنا، في ظروف صعبة جدا نجتازها، لا بد من أداء الفرائض كلها، لكن أحيانا النوافل تخف قليلا في الظروف الصعبة. وجاي الآية تقول فإذا فرغت، يعني كنت مشغولا، فانصب لطاعتنا، سبحان الله، لعبادتنا، ما أرحم الله، كأنه شيء لطيف جدا من الله عز وجل، سبحان الله. حتى أنه لو واحد أكل بيأكل وفق السنة، فكان الصحابة مع رسول الله في يعني سفر، فأكلوا كأنه أكلوا زيادة، فالنبي تبسم فقط، فعد تبسمه إقرارا لأعمالهم. سمع أخوانه أيام بيقبل زيادة، أخوان بيحبون كثيرا وفي طعام طيب، أكل أكثر من حاجته الحقيقية، فالنبي تبسم، فعد تبسمه إقرارا لهم. نعم. يا سلام. هل من حرج لو يعني كنا في دعاء لله سبحانه وتعالى لحوائج الدنيا دكتور، أن الواحد يدعي للأشياء الدنيوية اللي بده ربنا ينجحه، ربنا يرزقه، ربنا يعطيه، هل من حرج دكتور؟ لا أبدا، ما في مشكلة، ادعو، اسأل ربك حاجتك، اسأل ربك حاجتك كلها أبدا، حتى لو سألته شسع نعلك إذا انقطع. نعم. للدنيا وللآخرة أبدا. نعم. اسأل ربك كل حاجاتك. نعم. حتى شسع نعلك إذا انقطع. نعم. السيدة عائشة حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام إن أدركت ليلة القدر ما تدعو، فكان إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام لها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ماذا ندعو دكتور إضافة لهذا الدعاء في هذه الليالي المباركة؟ اللهم اهدنا وهدي بنا، اللهم نحن بك وإليك، هي كلها مختصرة. نعم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. آمين. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور، وهلنا أن نختم هذا المجلس وجلسة العلم هذه بدعاء، ونسأل الله أن يستجيب منا بإذن الله رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها نجاحنا، وهيئ لنا كل خير في آخرتنا يا رب العالمين. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعطنا سؤلنا كله يا رب العالمين، نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير. هل من همسة دكتور تختم فيها حلقة اليوم لمستمعينا؟ قد تكون هذه آخر حلقة في رمضان ونحن. نعم. في أيامه المعدودة الأخيرة. والله هي الأيام المعدودة من أفضل أيام العمر، فالإنسان يقضيها في طاعة الله، في معرفة الله، في ذكر الله، في قيام الليل، هذه أيام معدودة ولها نتائج كبيرة جدا. والإنسان يعني عجبت لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى، مناسبة وحيدة لقفزة نوعية في رمضان. فأرجو الله من إخوتي المستمعين أن ينصرفوا إلى عبادة الله عز وجل. يعني أنا كنت أقول دائما لئلا ينقلب رمضان إلى شهر ولائم، وشهر سهر، وشهر شاشة، لا، شهر رمضان شهر عبادة، فالاعتكاف ضروري، والابتعاد عن الشأن العام أضر كذلك. الله يفتح عليكم يا دكتور ويؤجركم ويبارك فيكم. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا من مجلس العلم والإيمان مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، جزاه الله عنا كل خير. حديثنا كان عن العشر الأواخر في رمضان، ونسأل الله أن يبارك لنا فيما تبقى من أيام ومن ليالي، وأن نكون من عباده الذين يمن عليهم أن يكونوا من عتقاء هذا الشهر الفضيل. جزاكم الله عنا كل خير مستمعين الكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام. السلام